بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده من كاليفورنيا، قصه من كاليفورنيا. بس قبل ما احكي القصه، الحقيقه هو احنا ليه يا جماعه كعرب يعني وكمسلمين ليه دايما بنتحرك في اللحظه الاخيره؟ يعني ليه دايما احنا قبل ما تقع الكارثه نبدا نتحرك، وليه ما بنتحركش بدري؟ يعني ليه ما بنذاكرش إلا قبل الامتحان بأسبوع، وبقى مموتين نفسنا ما بننامش خالص ونروح الامتحان مش شايفين؟ طب احنا ليه ما اشتغلناش من شهر قبل كده؟ طب هي فرقة الكورة ليه ما بتتمرنش بدري؟ وليه بس قبل الماتشات أو قبل الدورة بأسبوع يلا يا جدع الحق لم اللعيبة ودوس في التمرين واضغط عليهم تدريبيا لغاية ما فلان يجيله كرامب وفلان تجيله أصابة؟ هو احنا ليه طبيعتنا ما بنبتديش من بدري؟ ليه في اللحظة الأخيرة نبدأ نفوق قبل ما الكارثة تقع أو قبل الميعاد ما يجي؟ قصة النهاردة قصة من كاليفورنيا، راجل صاحب مزرعة بتبص على المحيط. طبعا انتوا عارفين المناطق دي اللي بتبقى بتبص على المحيط احيانا بتقوم عواصف شديدة جدا فوق اللي احنا متخيلينه، بقى تهد الصوب اللي محطوطة وتهد الصوامع وتتلف الزرع ويموت فيها شوية ماشية وكده، فلان المزرعة مهما عملت مش هتبقى مجهزة في الاستقبال عاصفة خطيرة زي دي. فالمهم ان صاحب المزرعة دي بقى بيدور على مزارعين اللي هم يقدروا يتعاملوا مع الوضع الصعب ده. محدش راضي يشتغل عنده، ليه؟ لان دي منطقة عواصف. فكل ما يدور على مزارع، المزارع يعتذر له يقول له لا يا عم الشغل عندكم صعب، او يتقدم له مزارعين يعرف ان هم ساعة العاصفة مش هيعرفوا يسدوا معاه، فهو اللي يمشيهم لغاية ما جاله واحد. فجابه واختبره، لقى راجل هادي كده، قال له انت ايه مواصفاتك؟ فقال له انا مواصفاتي انا الذي ينام عندما تقوم العواصف. فالراجل يعني ايه يعني؟ المفروض لما بتقوم العواصف الشغل بيزيد. قال له انا الذي ينام عندما تقوم العواصف. الراجل ما فهمش قوي بس حس ان الجدع ده واثق في نفسه قوي المزارع، والمهم قبله ووافق عليه. وبدا الراجل بقى يشتغل في المزرعه ويظبط في المزرعه، وشكله شغيل يعني بيشتغل بجد، والراجل مبسوط منه جدا صاحب المزرعه. لغايه في يوم بالليل المزارع نام وصاحب المزرعه نام وسكون الليل، وفجاه هبت عاصفه من المحيط على المزرعه، عاصفه رهيبه. من الصوت فاق صاحب المزرعة يعني مزعوج خايف خوف رهيب، المزرعة هتتدمر. فطبعا قام قايم من نومه وجري جري على الراجل المزارع يصحيه من النوم، قوم قوم عشان بسرعة نربط الحاجات ونقفل على الماشية ونظبط كل حاجة. يصحيه الراجل يقول له سيبني نام، يقول له بقول لك قوم، يقول له سيبني نام، قال له بقول لك في عاصفة قامت. قام قايل له انا مش قلت لك انا الذي ينام عندما تقوم العواصف؟ فالراجل قال ايه الراجل الندل ده؟ وقام سايبه نايم وقال والله لرفضه بكره، بكره هيمشي، اقوم انا اقفل بنفسي عشان الندل ده مش راضي يساعدني. قام جري على مكان الماشيه وكده، بص لقى متقفل عليهم كويس قوي. جري على المكان بتاعه الصوامع اللي فيها الزرع اللي متجمع وكده، متربطه ومقفوله زي الفل، العاصفه مش عامله فيها حاجه. الحتت اللي فيها الخشب الجامد متقفله والخشب متربط كويس، المزرعه زي الفل متقفله. عدت العاصفه وانتهى الموضوع، وقام جايب الراجل قال له انت كنت عارف ان في عاصفه هتقوم؟ قال له لا، إنما أنا عارف إن المنطقة دي بيحصل فيها عواصف، فأنا مستعد ليها كل ليلة، عشان كده لما قامت العاصفة أنا كنت نايم مش محتاج أقوم، لأن أنا عامل شغلي بدري، لأن أنا مش هشتغل والعاصفة بتقوم، لأني مهما عملت مش هعرف أصلح حاجة. أنا مش قلت لك أنا الذي ينام عندما تقوم العواصف؟ نفسي ألاقي حد من شبابنا مؤمن بالفكرة دي، نفسي ألاقي مسلسل في رمضان متصور قبل رمضان بشهر، كل مسلسلات بتتصور وجوه رمضان، طب ما كنا نصور من شهر. نفسي ألاقي فريق كورة مستعد ورايح الدورة ما عليهوش جهد مبذول أكتر وإجهاد نتيجة إنه اتمرن من قريب. نفسي ألاقي طالب واحد بيذاكر ومخلص مذاكرته وليلة الامتحان نام 5 ساعات عشان هو مخلص. ليه يا جماعة؟ ليه ما نكونش إحنا اللي بنخلص شغلنا قبل ما تقوم العواصف؟ ليه نستنى الكارثة وبعدين نتحرك؟ بسمة أمل لكل حد سمع القصة دي يؤمن بفكرة أنا هشتغل بدري مش هستنى اللحظة الأخيرة. أقول لكم على حاجة وتصدقوني، أنا بجهز لبرنامج رمضان السنة الجاية من دلوقتي، لأن أنا عايز
مش هنام عندما تقوم العواصف، عايز أطلع منتج حلو عندما يأتي الوقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.